بيقول لجمهور النادي المنافس، انت فاهم؟ هو طبعا اتحاد الكوره اكيد يعني المشاكل دلوقتي بتجتمع اداريا وفنيا، طبعا اكيد موضوع الفني هو اللي بيلقي بالضوء على الاتحاد بشكل كبير، واللي خلى كمان وزير الشباب يطلع بعد المباراه يعني رمى الكوره في جعبه الاتحاد، قال يعني اختيار الاجهزه الفنيه مسؤوليه الاتحاد، وطبعا هو في كلامه شايل المسؤوليه مع اللعيبه، يعني الوزير وهو بيتكلم قال اللعيبه كويسه واللعيبه عندنا مواهب وكل شيء، لكن هو الفكره هي يا كابتن اسلام المنتخبات يعني هي مش هقول معلومه عندي ولا حاجه، بس الناس لازم تعرف ان اتحاد الكوره داخل اتحاد الكوره جزر. يعني ايه جزر؟ كل عضو مجلس اداره عنده يعني سيطره او عنده قوه واخد حته، هم مقسمين ده اللي هو مشهور اعتقد صح؟ ده اللي ده مين؟ لا انا مش هقول اسماء. لا اقول اسماء ليه؟ لا لا انا مش هقول اسماء. طيب انا عارف مين بس هتكلم، ماشي. هتكلم بشكل عام يعني على اسلوب اداره الاتحاد، لان كان في حد بيتكلم معايا وكان حد يعني كويس جدا 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 في شغلانته وفي منصبه، وهو كمان يعني عنده يعني تاريخ في منتخبات الناشئين، وتم رفض ان هو يدوله المنصب في احد المنتخبات الوطنيه يعني. فالاتحاد من جوه جزر. كل واحد تعيين مسؤول. الكابتن محمود جابر مثلا لما نيجي نسال ايه ماهيته او مبني على ايه او ايه التاريخ اللي انت بنيت عليه عشان تجيب الكابتن محمود جابر مدير فني للمنتخب اللي بيطعم بعد كده المنتخب الاولمبي، يعني ده ثالث اهم منتخب لمصر. ما اعتقدش في حد عنده اجابه ايا كان الكابتن محمود جابر هو احنا الاستاذ عارفينه. ماجد سامي عنده؟ نعم الاستاذ ماجد سامي عنده. كابتن ماجد، الاستاذ ماجد سامي طبعا كتب ان الاستاذ محمود جابر هو والد عمر جابر. كابتن كابتن محمود جابر هو والد عمر جابر، عمر جابر بيرتبط بعلاقه قويه بمحمد صلاح، بس دي من وجهه نظره، من وجهه نظره من وجهه طبعا. نظره طبعا، يعني لكن بكل امانه احنا بنسال ايه المعايير اللي بيتم عليها اختيار الاجهزه الفنيه. يعني انا سمعت سياده الوزير، انا اسف بس انا سمعت سياده الوزير وهو بيتكلم وقال بعد كده ان هو الوزاره لن تسمح بوجود مدربين او مديرين فنيين للاجهزه الفنيه لمنتخبات الناشئين والشباب الا بمعايير محدده. اوكي بس يعني اوكي شيء جيد ان الوزير يقول كده، بس برضه هو برضه كان له اجابه لما اتسال في امور اخرى وقال دي شؤون داخليه لاتحاد الكوره واحنا ما بنراقبش، الوزاره ما لهاش سلطه على اتحاد الكوره. مثلا يعني المهم يعني في امور ليها اجابه وفي امور اخرى ليها اجابات اخرى، بس احنا في الاخر عايزين المصلحه. المصلحه حاليا بتقول ان اتحاد الكره الحالي فشل مع كل المنتخبات الوطنيه الممكنه اللي احنا ممكن نبقى حتى لو صعدوا دول على فكره بالمناسبه هم عندهم امل طبعا، بس عندهم امل. الفكره كابتن اسلام زي ما احمد قال انك تقعد 180 دقيقه، خلي بالك مش من غير بس من غير هدف، لا تتفرج على الماتشين يعني، ولا جمله تكتيكيه، ولا جمله، ولا جمله تكتيكيه، حتى الفرصتين اللي كانوا عندنا النهارده كانوا من العاب فرديه بحته، ولا جمله تكتيكيه اتعملت المنتخب. وكمان البعض بيلوم على الجهاز الفني ان كان في مجموعه من اللاعبين المحترفين تم استبعادهم لاسباب فنيه وتم تعويضهم بلاعبين. طبعا احنا الفئه العمريه دي مش هتلاقي عليها تسليط اعلامي كبير، فبالتالي الاخطاء لو حصلت انت عمرك ما تركز معاها. والله العظيم يا كريم قبل البطوله بشهر ونص في هذا البرنامج ثلاث حلقات اسبوع كامل، اربع حلقات كامله ورا بعض كل يوم انبه اقول لهم يا جماعه طب قولوا لنا مين مدير البطوله عشان نتواصل معاه ونتكلم معاه ونبتدي نعمل بابلش يعني دعاية. نعمل اعلان ودعايه لهذه البطوله اللي هتقام في مصر، قولوا لنا المباريات الوديه والدوليه اللي هتتلعب لمنتخب مصر ايه عشان نقول للناس اتفرجوا على المنتخب ده. خلي بالك محدش بيرد والله لغايه قبل ماتش مصر وموزمبيق ليله الماتش والله كان في ناس كتير ما تعرفش بكره الافتتاح ده وكمان الافتتاح كان سيء جدا. انا مش عايز اتكلم في مولي، ده عايز اتكلم في الفنيات. ففي الاخر النهارده الكابتن محمود جابر وصل ان الفريق 180 دقيقه مع 5 اهداف وراح يلعب في المباراه الثالثه مع الغول الافريقي القادم في كل الالعاب. السنغال يا جماعه بتكتسحنا في كل شيء، كره شاطئيه نص فاينل السنغال تكسب، منتخب اول بنوصل فاينل كاس امم بيكسبونا، بيطلعونا من تصفيات المونديال النهارده وبعد كده بيكسبونا في الناشئين. فاحنا ببساطه فريق جنراسيون فوت اللي جه لاعب نادي الزمالك منذ كام عام، تعال بص يا جماعه الفرقه دي النهارده بتطلع كم لاعبين لاوروبا. صحيح والله يا كابتن، بص يا كابتن عايز اقول حاجه والله، كوره كوره والرياضه والكوره بقى احنا كان في الكوره مش كانش في الرياضه بشكل عام، الكوره بالدراع بدراعك والعين كويسه، بس
طول ما انت بتختار بكويس وحد بيلعب ولاعيب كويس وشايل نفسه خلاص. احنا بكل امانه احنا بندفع ثمن مجاملات وبندفع ثمن الشلليه في الاختيارات وبندفع ثمن عدم الاداره الجيده للكره المصريه. الاتحاد ده اسوأ اتحاد ادار الكره المصريه في الفتره الاخيره. واحنا طبعا هنستنى يعني ندي الولاد برضو حقهم ان هم يلعبوا ماتش وهنبقى في ظهرهم بس بكل امانه زي ما الفشل بس في نقطه مهمه اللي ثابت قالها ما ينفعش نعديها, نقطه مهمه جدا ان الفئات العمريه دي انت بتقضي عليها, دول مش زي الكبار اللي هو ممكن يفشل بعد كده عنده فرص كتيره بعد كده. لا ده شكرا. المنتخب اللي بيفشل في التارجت بتاعه بح انت بتسرحه وتبدا تشتغل على جيل جديد بعديه وهكذا وهكذا. ففي النهارده تلات اجيال انت قضيت عليهم, ده دول في ذنب مين؟ دول النهارده مش هيروحوا في اي انديه. هيقول لك مش احنا, ده الاستاذ احمد مجاهد عموما. انت في حاجه, في حاجه كمان صدق. انت منتخب, احنا نلعب كاس عالم اللي جاي 20/6 وكام؟ 20/26 الكبار صح, للكبار المفروض ان ده 2000 جيل 2001 وجيل 2003 هم اللي بعد في يعني بعد 3 سنين. جيل 2001 يبقى عنده 25 سنه, 25 سنه أهو. وجيل 2003 الجيل ده برضه يعني جيل 2001 و2003 دول اللي هيبقوا على الاقل 50% من منتخب مصر يفترض. على بعض لعيبه الاهلي والزمالك والمحترفين. فانت كده, انت كده بتموت جيل, بتموت لعيبه.